السلام عليكم، كيف حالكم؟ أتمنى لكم يوما جميلا وصحة جيدة بإذن الله صغاري. تي تي تو، من يذكرني؟ ما هو الحرف الذي أخذناه بالأسبوع الماضي؟ أحسنتم، إنه حرف النون. ما هو الحرف الذي أخذناه؟ إنه حرف النون. أحسنتم، بارك الله فيكم. من يأتي بكلمة تبدأ بحرف النون؟ نجمة. نجمة تبدأ بحرف النون. اليوم بإذن الله سوف نأخذ حرف جديد، ولكن سوف نقرأ القصة أول ونستكشف ما هو حرفنا لهذا اليوم. نقرأ مع بعض. انظروا، هدية. هدية لها ألوان جميلة، هدية من أزهار. هنا زهرة حمراء، زهرة حمراء، وهنا أيضا زهرة لونها أصفر، زهرة من كل لون. هدية من هند إلى ماما، هدية أزهار من هند إلى ماما. وضعت ماما الأزهار، انظر إلى هذه الأزهار الجميلة، وضعت الأزهار في مزهرية. قالت ماما: شكرا شكرا يا هند، هذه أجمل هدية. إذا كجيتو، من يقول لي ما هو حرفنا لهذا اليوم؟ ما هو حرفنا لهذا اليوم؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، إنه حرف الهاء. حرف الهاء حرفنا لهذا اليوم، إنه حرف جميل. انظر لشكل حرف الهاء، نصف دائرة ثم دائرة في المنتصف ثم خط. ها 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 ها. كيف ينطق حرف الهاء؟ ها ها ها. ينطق حرف الهاء بهذا الشكل، ها ها. أحسنتم، ما رأيكم أن نتذكر مع بعض الكلمات التي بالقصة تبدأ بحرف الهاء؟ هدية. هدية تبدأ بحرف الهاء. أيضا هند تبدأ بحرف الهاء. أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب نأخذ مع بعض كلمات تبدأ بحرف الهاء. قلنا هدية، انظروا لهذه الهدية الجميلة. يا سلام، إنها هدية جميلة تبدأ بحرف الهاء. ها ها هدية، ها ها هدهد. من منكم يعرف الهدهد؟ أحسنتم، إنه نوع من أنواع الطيور. ما رأيكم أن نكتب مع بعض حرف الهاء؟ نصف دائرة ثم دائرة في المنتصف ثم خط طويل. ها، نصف دائرة ثم دائرة في المنتصف ثم خط طويل. ها ها. ننظر إلى شكل حرف الهاء في أول الكلمة. حرف الهاء هنا في أول الكلمة، وحرف الهاء هنا في منتصف الكلمة، عبارة عن دائرتين يفصلهما خط قصير. وهنا أيضا شكل حرف الهاء في آخر الكلمة. انظروا هنا كلمة هدية. هدية تبدأ بحرف الهاء، شكل حرف الهاء هنا أول كلمة. نهر. نهر في المنتصف هنا حرف الهاء، انظروا إلى هذا النهر، حرف الهاء هنا في المنتصف. فواكه. فواكه حرف الهاء هنا في آخر الكلمة. أيضا وزة، حرف الهاء هنا في آخر الكلمة. أحسنتم، بارك الله فيكم. ما رأيكم أن نفتح الكتاب مع بعض؟ نفتح الكتاب مع بعض؟ نفتح الكتاب بمساعدة ماما على هذه الصفحة. انظروا، حرفنا لهذا اليوم هو حرف الهاء. هدية، حرف الهاء هنا أول الكلمة. هاتف. هاتف حرف الهاء هنا أول الكلمة. هدهد، انظروا إلى شكل الهدهد، حرف الهاء هنا أول الكلمة، وأيضا هنا في المنتصف. أحسنتم، بارك الله فيكم. نلون مع ماما
صورة هنا هدية وكلمة أيضا هدية بألوان زاهية وجميلة. انتهى درسنا هذا اليوم. إلى اللقاء.